خمسة أول سيارة طائرة في العالم ب10 مليون جنيه غير الجمارك. هولندا أنتجت سيارة طائرة مذهلة. هي عربية، طب حضرتك سايق العربية، بس هي ب3 عجلات واتنين راكب. والعربية دي وانت سايقها في الشارع زحمة، ماشي في شارع رمسيس، ماشي كورنيش اسكندرية، ماشي شارع في طنطا والمنصورة وأسيوط، والدنيا زحمة عادي، بتسيب كل الناس العادية ديت، لأن الناس ديت بدائية عندهم عربيات بس، يقعدوا في عربياتهم. لما انت كإنسان متقدم وعندك عربية تقدر تطير، بتسيب بقى البشر دول على الأرض وتحلق انت في السماء. في خلال 3 دقايق بس لما تشغل محرك الطيران، فالعربية تعلو لغاية 3.5 كيلو، لغاية 3500 متر ارتفاع، وتكمل سيادتك بقى طاير لغاية ما تحب تنزل أي مكان تنزل تاني. لقيت زحمة تاني تطلع تاني لفوق، فبقى محور دائري ولا يفرق معاك، لأن أي لحظة تلاقي فيها هذا الموضوع، بس أنت محتاج متر بس قدامك فاضي أو نص متر وتبدأ تنطلق سيادتك إلى الفضاء، ومعاك لغاية 3500 متر أعلى. بس طبعا لازم يكون معاك رخصتين، إنك تقود طيارة وإنك تقود سيارة. وهي بتشتغل كنصف مروحية، بتشتغل بالطاقة الهوائية، طاقة الرياح، وبتشتغل أيضا كنصف سيارة. طبعا السيارة دي شكلها تحفة، وطبعا تمنها حوالي 10 مليون جنيه. لو مصر بقت فيه جمارك تبقى ب20 أو 30 أو 40 مليون حسب الظروف. إنما فيها عيب واحد ممكن احنا ندركه ببساطة، إن هي شبه التوك توك ب3 عجلات، وبالتالي هيبقى مؤسف جدا لو حد دفع دم قلبه في الطيارة دي عشان يتمنظر بيها على بقية الناس، وبعدين حد يتصور ان ده مجرد توك توك ولكنه متطور.